بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر ممثلية قوات وعد الله في البصرة على زيارتها المستشفى وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطفال المصابين بالسرطان، وهذا طبعا الدعم سيخفف من آلامهم سواء كان ماديا أو معنويا. طبعا الجانب المعنوي احنا عندنا مهم في العلاج، حيث يساهم في زيادة المناعة للأطفال، ونتمنى التوفيق. الرحمن الرحيم. خلال زيارتنا إلى مستشفى الأطفال للأمراض السرطانية، طبعا الحمد لله والشكر التقينا بالدكتور مدير المستشفى ومعاون المدير الدكتور صادق، ونشكرهم على تحملهم الدفاع عن مرضى السرطان ومطالبتهم المستمرة للجهات الرسمية جهات الدولة بتوفير الأمور اللازمة لمعالجة المرضى. طبعا الدعم البسيط الآن الذي يقدم من قبل الجمعيات و مختلف أطيافها يعني ما يسد احتياجات المستشفى. لازم طبعا الحكومة تتبنى هاي القضية وتقوم بشكل سريع وفوري بسد احتياجات المستشفى، ومن جديد نشكرهم جزاهم الله خير.